السلام عليكم الإخوة الأخوات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. سنة سعيدة عليكم وعلى الجميع، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة أنتم وليداتكم وكاع الأحباب والأصحاب والأصدقاء واللي قريب واللي بعيد. اللهم خفف عنا هذا البلاء وهذا الوباء. شكرا لكم الأحباب ديالي، الأصدقاء، الصديقات، الخوت، الخواتات، الله يكثر خيركم، الله يكثر خيركم على انضمام القناة ديالي وعلى التشجيع. اليوم أنا ما كنقدمش لكم مواصفات، ما كيناش ولا غير المهم داكشي اللي كان، أنا كنشارك معكم طبيعيا بدون تغيير. ما كنمشيش الصراحه نتقدى شي حاجه فوق طاقتي باش نصور، انا اللي كاين راه كنتشارك معكم والله العظيم. بسم الله وتوكلنا على الله. اول حاجه غادي نقدم معكم، قلت انا اليوم ندير شويه سومو، سومو غير واحد جوج طريفات مع الجلبانه بواحد الطريقه خاصه، وغندير واحد الشيفلور طيب بحال داك الشكل تاع الشلاضه، تيجي لذيذ وزوين. هنا انا قطعت الشيفلور باش ما نضيعش لكم الوقت ونغسلو وغسلته. هنا غادي ناخذو مقله ولا قميله ولا اللي بغيتو، غادي نديرو فيها التوابل، كلشي غادي نديروه مره واحده. اول حاجه غادي نديرو الزيت، غير نتوما هذه كتبغي الزيت واحد شويه، وعندنا من غير هذا غادي نبغوا صلصه مطيشه. انا ما عنديش مطيشه، اللي عنده مطيشه العاديه يديرها ويدير معها واحد معلقه مطيشه محكوكه. انا عندي هذه ديال صلصه عاديه ديال الطماطم، وعندي هنا شويه الملحه، ما نكثروش الملحه حيت غادي نديروا فيها الحامض معصور، وزنجبيل والبزار او البابريكا او التحميره وورق الطرم والقزبر والمعدنوس. انا عندي كونجولي غادي نجبدو من بعد. صافي هادو هما الحوايج اللي غادي نحتاجو. اول حاجه غادي نديرو هي الزيت مع الثومه، غادي نحكها ونطلقها. هانتوما الاخوات، هنا هانتوما الثومه محكوكه، ودرت القزبر والمعدنوس اللي عندكم، وصافي هادشي اللي كاين. وغنضيف هاد التوابل كاملين، غندير الملحه، نقص بعدا العافيه، ندير الزنجبيل، كلشي كنديروه مره واحده، بابريكا، بزار او الفلفل الاسود، والورقه ديال الرند، حنا كنقولها ورقه سيدنا موسى. صافي وغادي ندير صلصه مطيشه على حساب كل واحد، يدير على حساب الكميه اللي عنده، ما ديروش بزاف، شويه. انا غادي ندير حلقه صلصه مطيشه. صافي وغنردوا هذا الشيء كله. اللي عندكم كي قلت لكم مطيشه العاديه غادي يكون احسن، انا ما حاضرش عندي، قلت لكم راه كنشارك معكم كل شيء اللي كاين. اللي ما عندوش يحك مطيشه العاديه ويزيد عليها ديك مطيشه كونسونطري شي معلقه. صافي وغادي نخلي هاد التوابل تقلاو مزيان، عاد غادي نضيف عليهم الشيفلور والحامض. صافي هنايا انتم الاخوات، بعد ما تقلى عندنا هاد الشيء اللي درنا تقلى مزيان، ما زدتوش حتى نقطه الماء، غادي نضيف ليه هنايا الشيفلور، راه ما مسلوقش الشيفلور بلا سلاق، واللي بغى يسلقو يسلقو عادي يديرو، انا كنديرو بلا سلاق باش كيتشرب ليا دوك هذاك هذيك الدغميره اللي درت. صافي كنديرو ليه هكا، وما حدو باقي ما طابش، انا نقول لكم ما حدو باقي ما طابش، كنبقاو نحركوه بحال هكا باش كتدخل مع هذيك الدغميره، ما نتسناوش عليه طيب طيب، عاد نبداو نحركو فيه. لا كل مره نحركوه باقي ما دخلوش الطياب، كل مره تنحركوه. صافي وغادي نقصو عليه ونخلوه يطيب. ندير معكم المراحل كاملين هكا هكا، كل مره نبقاو نحركوه، ونعصر عليه واحد شويه الحامض. اللي بغى يدير الحار يديرو، اللي بغى يدير الحار يديرو. صافي وغادي نضيف عليه تقريبا
حيت انا بغيتو يجيني ناشف بلا ما نضيف عليه واحد ربع الكاس تاع العنبه. هانتوما هي شويه الماء، وكل مره نحركوه حتى كنحسو به قرب بدا يدخلوا الطياب صافي، وما باقيش نقيسوه طيب على خاطرو نقصو على عافيه مهيله باش منين يطيب ما يتعجلش لينا، كنحطوه هكاك صحيح. كلشي فلور ديالنا طاب، شتو كيبقى صحيح صافي نحيدو. وغادي ندير مقله باش ندير فيها هاد الطريف تاع السومو. هذا غادي نشد نديرو واحد شويه ديال الزبده في المقله، نسنوها تذوب ونحطو فيها السومو ديالنا. صافي هنايا ها هي الزبده ديالنا، نحطو طريفات السومو بحال هاد الشكل، وديما تكون البوطه منقوصه باش الزبده ما تحرقش لينا وتعطي واحد البنه الحراق في السومو. هنا ندير عليها شويه ديال البزار، وشويه ديال الملح، صافي راه هو دغيا كيطيب، ونتسناو عليه تيطيب ونقلبوه على الجهه الاخرى ونطلقه. هنا ها هويا قلبت السومو، غادي دابا نديرو عليه واحد العصيره ديال الحامض. صافي ملي غادي يطيب على هاد الجهه غادي نحيدو وغنوريكم واش ندير في المقله في بلاصتو. هنا بعد ما حيدت هذاك السومو غادي نجيب الجلبانه، انا عندي هاد الجلبانه اللي كنستعمل هادي كونجولي، غادي نجيبها وغنديرها في المقله بلاصت غير حيدت السومو وفي بلاصتها درت الجلبانه في المقله. صافي هكا كل واحد يدير القدر اللي بغا صافي. وغادي نبقى مره نحركها بهذا الشكل حتى كطيب، راه الجلبانه كونجولي كتعرفوها دغيا كطيب ما كتاخذش وقت، ونعاودو نطلقها. هانتوما كي تشوفوها هي الجلبانه ديالنا صافي دغيا كطيب، انا خدات ليا 10 دقائق، واي حاجه درتوها على عافيه مهيله كونوا على يقين ما غاديش تحتاج الماء وغادي تطيب لكم في ساعه. وما تصوروش الجلبانه كي جات لذيذه مع الزبده وهذا ديال السومو. وواحد الاضافه اللي بغى اللي كيبغي لا كريم فريش راه يقدر يزيدها، حنا ما كنبغيوهاش، وكل واحد هنا تيدير الحاجه اللي بغى. انا نقعد دايره هنايا طواجين حيت ما بغاوش ليا، كل واش يبغي عرفتو كله وشهوته. صافي هادشي اللي كاين، ونتلاقاو ان شاء الله في الطبق النهائي تاع ديالنا. هذا هو الطبق ديالنا النهائي، شتو راه تيجي رائع وشي حاجه زوينه. ودهنا درت معاه شويه الزيتون مشرمل كان عندي، مره اخرى ان شاء الله نشاركو معاكم. والشي فلور ها نتوما كتشوفوه راه طاب، شتو يعني وتيجي شي حاجه زوينه. واللي بغى يدير لا كريم فريش مع الجلبانه راه يديرها، راه تيجي طبق رائع وبالصحه والراحه. ونتلاقاو ان شاء الله المره الجايه. شكرا لكم بزاف بزاف، شكرا شكرا شكرا.